مشاهدينا بنحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت اللي راح نتابع فيها كل الملفات الداخلية، وصول المحققين الأوروبيين إلى لبنان لمتابعة ملف رياض سلامة والتحويلات المالية وتبييض الأموال اللي صار، بالإضافة إلى الاستحقاق الرئاسي، السجال والتشنج الحكومي بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي. كل هذه التفاصيل وشو اللي ناطرنا بالأسابيع والأشهر المقبلة بصرنا نطرحها على ضيفنا أستاذ إبراهيم بيرم، الكاتب والمحلل السياسي الكاتب بجريدة النهار. أهلا وسهلا فيك أهلا أستاذ. فيك، شكرا. خلينا نبلش، نحن عشية وصول المحققين الأوروبيين إلى لبنان، بالمبدأ قيل أنه بيوصلوا بتسعة الشهر ببلشوا هذه بكرة. التحقيقات، تبدأ هذه التحقيقات. نحكى كثير عن هذه الزيارة، البعض تخوف على سيادة لبنان، البعض تخوف على هيبة القضاء اللبناني، كيف قرأت وصول هؤلاء المحققين؟ يعني وصول حدث قسم اللبنانيين كما كل شيء يعني. الحمد لله. ايه، فبالتالي مثل ما تفضلتي وقلتي، يعني ناس خايفين على السيادة وناس مبسوطين. يعني كلنا بعتقد ما فيش مواطن لبناني مسحوق، يعني بمعنى صحيح، الا ما هو مبسوط، لانه هالطبقة السياسية والمصارف والحاكم مصرف لبنان والى اخره، المجزرة اللي عملوها بالبلد بين هلالين، مجزرة يعني المجزرة الإنسانية يعني طبعا إنه كبير كتير، والقضاء اللبناني نفسه إنه هو بدوش يتحقق بالموضوع، وإذا حققت غادة عون بيتهموها بتعرفي بالخوات يعني. إيه، فبالتالي طيب بالنهاية في مسؤولية، يعني في شيء ضاع بهالبلد، يعني بين الطبقة السياسية والمصارف المنظومة المصرفية وما بين حاكم مصرف لبنان، في مليارات ضايعة وفي ناس واقفة بالشارع قدام البنوك، في ناس حامله كياس، في يعني قصه مشهد غريب عجيب. طب يا عمي من البدايات له 3 سنين، ساعه بيقول لك الكابيتال كنترول، ساعه التحقيق الجنائي، كله مش ماشي. الان في فرصه، طب بموازاه الحكي عن فساد بحاكميه مصر في لبنان، في القضاء الاوروبي عم يعني تحكي عن سويسرا، عن فرنسا، ما فيش شك بنزاهتهم، المانيا، لوكسمبورغ، ايه كلهم عم بيقولوا يا عمي هذا الرجل متهم، هذا يعني تحت الشبهات، بدناش نقول مدان، بدناش نقول لا انه مشبوه، بالتالي في عم مطلوب للمحاكمه. طيب هون بلبنان ما حدا تحرك، القضاء طبعا يعني كل ما قاضي يقولوا تسلم هالملف يوقف، سمعت لك بشيء كلهم هربوا يعني اسحاق وغيره الى اخره. طيب بالنهايه في جريمه ارتكبت مثل ما قلنا، مين المتهم؟ بتضيع المسؤوليه وضايع، بعدنا هلا مش عارفين، هو بيبري حاله، المصارف بتبري حالها بتحطها عند الدوله، الدوله بتطلع نحن سارقين الدنيا، طيب نطلع نحن ايوه الى اخره. الان فجاه بعد 3 سنين اجى تحرك القضاء الغربي يعني الاوروبي مش هيك تحديدا؟ صحيح. وجاي على لبنان، انبسطنا انه بده يحقق مع حاكم مصرف لبنان، بالنسبه لنا فيش حدا متهم الا مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. امبارح واليوم خبر انه هذا الاسم مستثنى. طب مين بده يتحقق؟ بس هون عفوا بعتقد ايه، في شويه التباس بالموضوع. ما راح يصير في تحقيق مع الحاكم بالمرحله الاولى، ولكن يعني هن مقسمين التحقيقات على اكثر من مرحله، بالمراحل اللاحقه طبعا رح يستمعوا للحاكم، هيك بعض المصادر المعنيه بهذا الملف واللي عم بتتابع الملف عم بتاكد. مشان هيك بدي اسالك، انه كانه في شيء مقصود ينكب بالاعلام امبارح على لسان غسان عويدات مدعي عام التمييز انه ما في تحقيق مع الحاكم. طبعا لانه هو اللي صار من جمعه او 10 ايام الاعلام بين هلالين الموالي اللي بيقبض، معلش، اللي ناسي الشراكه مع شو اسمه، عم بيهاجم على هاي الهجمه على هاي القضاء، وانه هيدا استباحه لسياده الدوله وانه الى اخره. فالان فوجئنا مثل ما قلتي يعني بالكلام اللي قاله مدعي العام تمييزي، بلا مدعي عام تمييز غسان عويدات، وبالتالي لحد الان مش عارفين بالضبط. طيب اذا مش جايين يحققوا مع يعني الراس تبع المساله يعني كلها اللي هو حاكم مصرف لبنان، مع مين بدهم يحققوا يعني؟ يحققوا معه ومعك مثل ما قلت لا يعني. هلا باول مرحله في خلينا شخصيات ننطر مصرفيه. بمقابل هذا الكلام انه ايه في حق، يعني في احقيه بالكلام اللي عم بيقول يا عمي كل شيء، اي مشكله بالبلد بتصير
شوي يستدعى القضاء الدولي. طيب والقضاء اللبناني شو عم بيساوي؟ معطل مضرب يعني؟ قالوا له 5 أشهر مدري 6 أشهر، يعني كمان غريب عجيب. مين بيتحمل مسؤوليتها يا استاذ؟ يعني اليوم كلنا مع القضاء اللبناني وهيبة القضاء اللبناني ومعنويات القضاء اللبناني، بس مين بيتحمل مسؤولية انه نحن فعلا صرنا نهلل لقضاء خارجي يجي يحقق مش من وراء التجارب المرة مع القضاء اللبناني؟ صحيح، ما هذا اللي عم نقوله نحن. يعني اساسا مين شرع يعني فتح الباب امام القضاء الخارجي يجي من يوم المحكمة الدولية؟ صحيح. انه ليش بوقتها اليوم الفلسطينيين على السياده ما كان يعني البلد انقسم وكاد يذهب الى حرب اهليه ومشاكل وفتنه، انه بدنا المحكمه الدوليه. الان في ناس عم تقول ما بدنا القضاء الدولي باثناء انفجار المرفأ كمان طلعت موضوع المحكمه الدوليه، التحقيق الدولي، حتى ما نقول محكمه دوليه ذيك لها طابع خاص، التحقيق الدولي. هذا مثل ما عم تقولي بيقود لشغله اساسيه، انه هالقضاء اللي عندنا للاسف مش عم بيحافظ على سمعته وحسن سلوكه وإدائه. فبالتالي الناس ضميريا انه عم تسال، عم تقول يا عمي كل شيء بده صحيح عم تحكيها، بس بالوقت نفسه ضمنا مبسوطه انه بلكي حدا بالديستوفيسكي قصه الجريمه والعقاب. طيب في جريمه حدا يجي عائب، بتضيع القصص بلبنان نهائيا. بس سؤال، نحن بتنا تحت الانتداب القضائي الاوروبي؟ لانه البعض في كتير كتابات طلعت ومقالات تقول انه خلاص هذا انتداب علينا. هذا على الاقل عم بيهزل الفريق الاعلامي اللي عم نحكي عنه يعني انا مش منك شايف هيك. هلا بالنهايه يعني قلت لك الشعور المزدوج تجاه ضمن اي مواطن لبناني انه بوقت اللي هو حزنان انه يا عمي هالقضاء اللبناني ما عمل الدور اللي لازم يلعبه بهيك مرحلة بالذات، كمان حزنان انه بيجي حدا تاني او مبسوط انه بيجي حدا بيقول بدي اقيم الحق. نعم. يعني يحقق الحق احق الحق. طيب اذا بيوصل لنهاية يعني هذا القضاء اللي جاي او على الاقل بيعمل حافز عند القضاء اللبناني يتحرك ياخذ دوره، يبطل مضرب، يبطل يعني انه كل ما حدا قاضي كذا بفل، كل ما حدا قاضي بيستاهل، كل ما ما فيش قضاء يعني معلش يسمحوا لنا السلطه القضائيه اللي بالبلد مع احترامنا لها وفي ناس فيها، بس يعني تحت الشبهات محاصرين بشبهات كثيره. طيب استاذ تعول على هذه الزياره لتبيان الحقيقه ولا بعد في شمسيه اكبر اللي هي الامريكي؟ يعني من المعروف انه الامريكي يحمي رياض سلامه، المرجعيات القوى السياسيه بس عم بحكي على الصعيد الخارجي، بعض بيقول انه طالما امريكا بعدها عندها هيدا الغطاء وعطيته هيدا الغطاء لرياض سلامه لا قيمه لزياره اي محقق لو مين بده يكون اوروبي. البعض الاخر بيقول لا، اخر شيء في اليات تنفيذيه بهذه الدول ولا يمكن القفز فوقها. هيك كنا نفهم يعني وقت الحكى من اذا بدك من سنه تقريبا نحكى عن دعوه بسويسرا ونحكى عن دعوه بفرنسا ونحكى عن لوكسمبورغ، كنا قايلين انه الحبل يلتف حول العنق. نعم. مثل ما صار شيء لحد الان. يعني الكلام اللي عم تفضلي فيه انه في حمايه، ايه في حمايه، في حمايه سياسيه كبيره، الرئيس بري والرئيس مئاتي والبطره كله حموه وقت الهجمه عليه كله. طبعا وامريكي بيجي مو بوفد امريكي بيتعشى عنده بكفي الجوله، مش هيك صارت التقليد؟ طبعا برساله واضحه، برساله واضحه. فلحد هلا طيب التحرك الاوروبي على الاقل مفيد من ناحيه اساسيه انه هذا الرجل يبقى تحت الشبهات والاتهام، السيف مسلط على راسه. هلا بالاخر يثبت براءته، يثبت براءته يدان يدان، بس بالنهايه مسلط انه عم العالم. اذا نحن اللبنانيين سكتنا تحت وطئه الضربات اللي عم نتلقاها عن كل هذه الجريمه المتكامله اللي هي اشبه ما تكون سوري بالتعريصه يعني اللي صار يعني من 3 سنين لهلا، فبس في عالم بعده لهلا حي وعنده ضمير حي، لا مصمم يكشفها، على الاقل مصمم مثل ما قلنا يحط السيف يسلطوا على طبعا لانه جريمه تبييض الاموال صارت على الاراضي الاوروبيه. يعني هذا الحدث اللي هو نجيء الوفد القضاء الاوروبي ننتظر كما ننتظر الاخر، يعني مش انه يعني نرفضها كليا. بس لا، بس هون اذا بدنا نحكي شوي عن مصير رياض سلامه، كثير السيناريوهات حول مصيره، البعض يجزم انه لن يحاكم،
نعم. البعض الآخر يجزم، لك إذا بدك البعض يجزم أنه صار بده يصير رئيس جمهورية. ما هي وصلت لك للسيناريو. بده يرجع يتمدد له. وأنه رح يرجع يتمدد له لأنه تتستمر هذه الحماية والحصانة اللي عنده إياها. البعض روج أنه جاي هو رئيس الجمهورية المقبل. فكتير في هيك متنوعة السيناريوهات. هو الترويج من باب شغلة كتير أساسية. أنه يا عمي كل شيء بهالبلد لعبة المصاري معه. وكل شيء هو بحرك البلد. بنيمون عشي للناس. بفيون عشي. بالاسعار، باسعار الدولار، بالصيرفه، يعني حدا بيبيع ب 28 ب 38 بيشتري ب 34، ما صارت بالعالم كلها يعني شيء مثل الدويخ. فبالتالي انه يا خيي اذا هالقد هو قوي وهالقد مدعوم فليكن رئيس جمهوريه، بلكي بيعمل شيء للبلد، لانه اذا القوى السياسيه اللي مفترض تلعب دور بالرقابه هي عم تحمي، طيب انه ليش يعني خلي. بس هذا سيناريو جدي. سيناريو جهنم، سيناريو اليائسين والعجل. جدي ولا سيناريو هيك يعني للتسلية السياسية؟ مش للتسلية، انه كل شيء انه هو لحد هلا يعني وكأن شيئا لم يكن، يعني ما حاسس بشيء لا هو ولا السلطات الرسمية ولا كأنه في شيء. فبالتالي هو كلمته اللي حكيها اول جمعتين او كان دولار بعده بخمسة، انه بكره الناس بتتعود، يمكن الناس تعودت اذا بدك تكيفت مع هذا الوقت، صار في تأقلمت. هلا هو شاطر بالبلد هاي عنا، شاطر بالآخر بسموه شاطر، مش هيك؟ مزبوط، كنا عم نحكي تحت الهواء كيف انقلبت القيم والمفاهيم والمقاييس. بس مصير رياض سلامة هيك يعني برأيك بتخلص الأمور؟ يعني البعض كان عم بيقول إنه بحال كان بده يظهر رياض سلامة تخلص خلصت ولايته وطلع الصيف، يأمن له مخرج آمن، سيؤمن له مخرج آمن يمنع ملاحقته أو محاكمته من بعد خروجه من الحاكمية. هي لك هذا الكلام حكى تحديدا مع مجيء ماكرون، تذكر إجا ماكرون شرفنا المرتين قبل الانفجار وبعد الانفجار مرفق بيروت. وقتها كان مرافق شخص من بيت عساف، صحيح، يعني اقتصادي فرنسي على لبناني، حكى انه يا عمي هذا الزلمه جايبه معه واحد منه حاطه، انه خي خلينا نحكي انه انت فل بمعبر امن على باريس نحميك بس مقابل انه نعين هذا الرجل. هذا اللي انحكى وقتها وانكتب هذا الكلام. انا اعتقد الحمله عليه مثل ما عم تقولي يعني اوروبيه على رياض سلامة، الدفاع عنه امريكي. هلا باطار الصراع النفوذ صح او صراع الايرادات بين الغرب يعني الاوروبيين والفرنسي على وجه التحديد، دول الامريكي دائما الغلبه تكون لمين؟ للامريكي، للقاره الشابه مش للقاره العجوز. فهلا يعني الاكيد نحن منه فينا ناكد نحن مع بعضنا انه الاوروبيين مش طايقينه وما بدهم اياه وبدهم يحاكموه ان صح له. لكن حتى الان بنرجع لعودهم على بدء اللي حكيناه، انه الطبقه السياسيه اللي حاكمه والقويه والمتنفذه، يعني من عند وليد جملاط لرئيس بري لنجيب مئاتي واخرين، يعني يمكن حتى بيت الـ يعني التيار المستقبل، كل المنظومه يعني كل المنظومه، حتى البطركية معروف كلامه خط أحمر غبطة البطرك يعني. فبالتالي يعني نخرج باستنتاج أنه هذا الرجل على الأقل بقي من هلأ لنهاية ولايته، وتحت ذريعة أنه إذا انتهت ولايته ما عينا بيجي الشيعي، بتعرفي نائب الحاكم كمان وحزب الله وحركة أمل ما بدهم الشيعي يستلم تما يحملوه، تما يحملوا شو اسمه، لأنه خلوه مردوا له احتمال تمديد له وارد، مش انه والله مش وارد. بس مين بده يمدد له؟ بده مجلس وزراء يمددوا له. اللي بيمدد له هو ذاته اللي هلا عم يرفض يوقع على العقود الفيول، او على الاقل اللي بيمرق يعني شغلات بمجلس الوزراء هو ذاته بيوقع له يعني، ويعمل جلسه لمجلس الوزراء رغم كل الاعتراضات. اللي بيعمل هيك في يعمل هيك، اي طبعا في يمدد له تحت ريزون ديتار، مش هيك؟ بالاخر انه طيب هذا المرفق العام بده حدا يمشيه، ما في مطرح نعين هلا وما في مجال نعين، ما في حكومه ما في رئيس جمهوريه، خلينا نمدد له. القصه سهله كثير هالمره يعني. طيب يا استاذ بالنسبه لرياض سلامه، حكينا عن كل هذه السيناريوهات اللي تبقى مطروحه ووارده، حتى مساله التمديد كثير انحكى عنها بالاونه الاخيره، خاصه اذا بقينا من دون رئيس جمهوريه وتعذر تعيين بديل. بس بموضوع المحققين الاوروبيين تحديدا، قيل بالاول انه لا هيدي كذبه منهم جايين وما في شيء منها، طلعوا جايين، رجعوا قالوا انه لا القضاء اللبناني لن يتعاون لانه في قصه السياده،
رجعوا عملوا لفتوى بالساعات الماضية، صار في اجتماع بمكتب مدعي عام التمييز وفي جابوا مواد وظبطوها ومشي الحال وتم الاتفاق على كيفية إجراءات هذه التحقيقات. اليوم في معلومات بتقول أنه كان في تهديد أوروبي مباشر أنه الذي لا يتعاون مع هذه التحقيقات رح يكون عليه عقوبات. يعني هذا هو سبب التعاون الفعلي، مش أنه مثل ما جربوا يغطوها ويظبطوها. يعني بعتقد الكلام عن عقوبات، حتى ماكرون نفسه حدد فيها مرة، أكثر من مرة، يعني مش أول مرة بيحكوا الأوروبيين اللي بيعمل عقوبات إن الأمريكان. الأوروبيين ولا مرة يعني عملوا عقوبات بمعنى محرزة وبينخاف منها هون، يعني اللي بيخاف العقوبات الأمريكية يعني دائما. فأنا أعتقد إنه هذا يعني ما له جد، مش هيدا اللي أسس. بس نحن إذا بدك مرتاحين لهالضغط الأوروبي، يعني على يعني هالسهام الاتهام اللي توجه اوروبيا لهي المنظومه كلها ككل، انه ما اعتقد ايضا اي تحقيق مع حاكم مصر في لبنان يعني بيطال المنظومه كلها، انه بالاخر مش لحاله الزلم قاعد بصحراء، في حدا حاميه، في حدا بيركب الهليكوبتر بيجي بيحميه بمطارح معينه، معروفه القصص يعني بلبنان. وعدا عن هيك هو دائما كان عم يحكي يعني او بينحكي انه هو اذا وقع بده يوقع كثير، بس كيف بدك توقع ايه يعني جبل وصامد، يعني شو بدنا نسوي؟ مالك متفائل يعني مش كثير يعني التجارب من 3 سنين لهلا قد ما سمعنا واشتغلنا كاعلاميين انه بكره التحقيق الجنائي الكنترول هذا الكابيتال كنترول والتدقيق الجنائي ومية قصة، والرئيس عون باخر 3 سنين كان عم يحكي بس بهالموضوع يعني تحقيق التدقيق الجنائي. كل ذلك كان مفروض على فكرة التقرير يطلع من تشرين أو أيلول، آخر أيلول الماضي، نحن صرنا بكانون الثاني، والتقرير الأولي للشركة ألفاريزن مارسال كان مفروض طلعه، بعد ما طلع سألنا لا طبعا كان الجواب أنه تفاجأوا بكمية المعلومات والملفات وطلبوا تمديد يعني لوقت إضافي على أساس هذا الوقت الإضافي ينتهي نهاية تشرين الثاني الماضي. خلص تشرين الثاني، بلش كانون، خلص كانون، نحن بكانون الثاني، وبعد ما في إذا بدك جواب واضح وصريح شو سبب هذا التأخير، وإذا في ضغوطات تمارس على هذه الشركة. بترجع بتقولي لي إنه ليش مش بتفائل، يعني طيب كيف بدي تفائل يعني؟ وهذا اللي عم نحكيك من 3 سنين في وقائع غريبة عجيبة يعني. نحن كإعلاميين بنروح نسأل هالناس يعني الخبراء الاقتصاديين مثل ما عم تفضل، ما بتلاقي نتيجة، يعني ما في حدا بيعطيك يقين، خبر يقين انه بكرة ايه بده يتحاكم حدا. طيب معقول 3 سنين ما فيش حدا فات على الحبس؟ صحيح، بتهمة يعني اختلاس، بتهمة تزوير، بتهمة رشوة وبلد. يعني فيك تقولي لي اللي صار بالنافعة يعني شو هو، او اللي صار بمطارح تانية؟ طيب اكرامية، اللي صار بالنافعة اكرامية. شو يعني طيب تننقل معك على موضوع تاني، هل هذه حرب المراسيم اللي سميت حرب المراسيم بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، ويمكن أجدد شيء قصة أنه هلأ قلنا أكثر من 48 ساعة على العتمة الكاملة من دون ولا أي ساعة كهرباء تحت عنوان تربية، بسبب المشكل اللي صاير حول يعني سلفة الخزينة اللي كان موافق عليها الرئيس نجيب ميقاتي، ورجع تراجع عنا وقال انه لا بدها مجلس وزراء. نحن مستمرين بهذا الوضع هيك؟ سياسة لي الأذرع مستمرة؟ الرئيس ميقاتي لوحده ولا الرئيس بري من خلفه هو اللي طلب منه يتصرف بهذه الطريقة؟ لن يكون الرئيس ميقاتي بمفرده، يعني اللي بيعرف الرئيس ميقاتي بيعرف انه ما بتصرف لوحده، يعني ما بتحمل بني هلالية مسؤولية بهذا الحجم وبهذا التقل. لا، في حدا بده يسنده، وتحديدا الرئيس بر واضح تماما. يعني الحكي اللي بنعرفه انه حتى الرئيس ميقاتي كان موافق، المشكله عند الماليه وزاره المال صديقنا الدكتور يوسف، سئل قال مش عندي. عند مين؟ قال مش عندي، يعني عند الرئيس بر. بس كان موافق كمان وزير المال. لا فهذه يعني هذا الجو عم نوضحه اكثر، صار معروف ومشاع بهالوقت. الضحيه الناس، والضحيه الخزينه اللي عم تدفع يوميه يعني غرامات التاخير بالدولار والى اخره. مثل ما عم تقول السؤال المطروح انه لايمتى بدها تستمر، نحن واعدين حالنا فيها يعني منذ ان اقترب موعد الشغور الرئاسي، وكان في واضح انه مش رح ننتفع على رئيس
كنا وعدين حالنا بمرحلة جديدة من الصراع، صراع المراكز يعني. أنا حقيقة مرة كنا مع الرئيس مئاتي، يعني كان السؤال اللي إنه أنت ليش عم تورط يعني عداء الرئيس بري للتيار الوطني الحر ولا رئيس الجمهور؟ شو دخلك بهذا الموضوع يعني أنت؟ قال بينحمل شو ما بعرف شو إلى آخره تبريره يعني. قلت له ما راح تخليك يعني هاي الطريقة. مين اللي ما بينحمل؟ جبران باسيل. جبران باسيل لا إنه هني هيك وكذا. قال الرئيس مئاتي ما بينحمل. مش جديدة يعني، مش إنه عم نحكي سر يعني. فبالتالي يعني أنا استغربت إنه هو يعني ينزلق إلى هذا المنزلق ويصير طرف. طيب إذا أنت بدك تحكم فسر لكم شو يعني ما بينحمل، بأي معنى يعني ما بينحمل؟ لا كان قاعدين مجموعة عنده يعني، فبلا أنه يعني المشكلة مش عنده هو، مش عندي عنده هو، وظلوا عنده مشاكل وإلى آخره. فال يعني وعدين حالنا نحن من البداية أنه رح نوصل لهالمرحلة، حول موضوع الصلاحيات، حول موضوع انعقاد الحكومة، حول موضوع الجسم. لهذا الأول جلسة للمجلس الوزراء بتعرفي طاحت ب شيء اسمه التفاهم المرمخيل يعني، إيه أو ساهمت بالإطاحة فيه يعني. هل فعلا يعني بعد بكفي هاي الصراع يعني؟ ما بعرف أنا. يجرؤ الرئيس أول شيء قلت لي بدهم يربوا إيه، إنه هذا التعبير انتشر خلال 24 ساعة. إيه مين بده يربي مين؟ محاولة تربية جبران باسيل يعني. مئات بده يربي جبران باسيل خلال عقد جلسة مجلس وزراء. إنه لا إنه أنت بدكش تعمل جلسة مجلس وزراء، خود أنت مسؤول عن الكهرباء، تعتيم البلد يعني، كأنه أوكي. البلد مضوي يعني. ايه. منور يعني والله بوجود هالطبقة السياسية على طول منورين الحمد لله. يجرؤ الرئيس ميقاتي على الدعوة لجلسة جديدة لمجلس الوزراء؟ وهل صحيح أنه موقف حزب الله هو اللي منعه حتى الآن من ذلك، لأنه حزب الله ليس متحمسا لعقد جلسة جديدة خلافا للمرة الأولى؟ يعني هو هذا إذا بدك هذا الكلام من حوالي 36 ساعة كان عم يبحث فيه. الرجل غاب صار 10 ايام تقريبا، عم نحكي عن رئيس ميقات مسافر طول الفرصه يعني، ما عليه البلد بألف خير. بلد بألف خير. فالجو بعد منا يعني صار الجو انه متروك البلد يعني هلا. وهذا الحكي اللي عم ينحكى انه بدنا نربيه مش عبث يعني، لا هذا له اصل، له اساس يعني. فتنشوف ليرجع لنقدر نحكي يعني، نقدر نحكم من خلال انه يعني جملة معلوماته ومعطيات نكونها. بده يعمل، بده يكفي بالمعركة، مش سهلة يعني. ردة فعل التيار الوطني الحر وجبران باسيل حفظ الألقاب بالمرة الماضية، وال يعني حدة الانقسام بالبلد هالقد كبيرة، والموقف البطرك ما كانش سهل. فبالتالي ما بعرف إذا يجرؤ، إلا إذا كنت بدك تروحي على يعني أكثر من تعميق الأزمة واحتدام الأزمة أكثر. في نية بهذا الإطار، لأنه اللواء جميل السيد كتب تغريدة بعز هذا السجال، وبعتقد ما كانت عن عبث، لمح فيها وقال أنه مئاتي شو عم بجرب يعمل؟ مئاتي عم بجرب يغذي فكرة ضرب المسيحيين، ضرب المكون المسيحي وصولا للفيدرالية. هل يعني في شيء مقصود نوصل لهون؟ السؤال، في شيء مقصود يعني تشتد الأزمة تنفجر بمحل معين تينعكس هيدا الشيء على ملف رئاسة الجمهورية؟ لا لا مش هالقد يعني. أنا بس بستبعدها، لا بعرف الرئيس مئاتي وكيف بي يعني، أزعم إني بعرف الرئيس مئاتي وبعرف كيف بيفكر يعني بهذا بهذا المواضيع. مش من نمط يعني، هو مش من نمط التحدي يعني اللي بعرفه تاريخيا. لكن مثل ما حكينا بداية وأنت لما حكي له إنه ما كان وقف هذا الموقف لو ما في حدا داعمه. أوكي. وهذا اللي عم بيصير، هو حرب بالوكيلة أنا أعتقد بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر وجبران باسيل وإلى آخره. وهو جاي بالنص بالفترة الماضية يعني، أعتقد بأنه استحقها مثل ما بينقال يعني، جلسه هو البطرك وشاف فعلا يعني درجة الاستياء المسيحي عموما من الجلسة يعني، والحكي اللي نقال بعد منها. أعتقد يعني أو أزعم أنه هاي بتخليه يفرمل يعني، يبطل. ما في جلسة برأيك يعني لحد الآن؟ بس قلت لك يعني خلينا ننتظر ليرجع، لأنه هو من 10 أيام اختفت أخباره، لا أجواء ولا شيء يعني. وموضوع الحكي عن جلسة حتى اختفى، صار موضوع بالصحف يعني، تتكهن وسائل الإعلام أنه في جلسة أو ما في جلسة.
أنا قلت لك يعني أستبعد حتى الآن أستبعد أنه يكفي بهالمنازلة، لأنه هاي اشتباك سياسي أعمق. يعني كل ما هلأ أنه هو يعني يحطم الدولة ويحطم ويرجع، هو مش هذا المشروع. يعني الرجل مش هيك بده، يمكن كل طموحه انه اذا صار في انتخاب رئيس جمهوريه يرجع هو رئيس حكومه. رئيس حكومه. هلا بنحكي عن هذا الملف تنشوف وانه عمي هالحاله السنيه اللي فيها انفلاش، يعني مثل ما شايف يعني بدهاش يعني اثنين يحكوا فيها، انه طيب عم بيحاول هو يلعب دور، هو تركيبته وشخصيته ما بتسمح له يكون قائد لهي الساحه، لكن بيحاول يحافظ على يعني انه انا موجود. الوجود عظيم اكثر من هيك. بس ما بتعتبر حضرتك انه هناك شيء مقصود لضرب المكون المسيحي ولضرب الشراكه، وكانه في البعض يقول انه كانه في شريحه او في مكونات ما بلعت فكره الشراكه النديه بين المسيحي والشريك المسلم الاخر، بدهم المسيحي مثل ما كان من التسعين لل 2005 بلانتون محطوط على جنب، ما بلعوا الفكره اللي ارساها الرئيس ميشيل عون واللي ارستها حتى يعني عوده القيادات المسيحيه ان كان من المنفى وان كان من السجن، بدهم يردونا لورا. شايف انه فعلا السيناريو هالقد ولا لا؟ يعني اذا كان فعلا يعني عم تحكي اعتقد في صعوبه، يعني انت عم يعني ترجعي زمن مثل ما بيقولوا يعني لورا، وهي صعبه. يعني مرحلة الرئاسة عماد عون شيء، يعني قبل شيء وبعد شيء آخر، فرضت حالة. يعني هلأ القصص هلأ إذا أنت عندك نية مثل ما تقول، إذا هو في الرئيس بيأتي فيه تصدى لهي المهمة، مهمة يعني اللي عم تحكي عنها مهمة كبيرة وتقيلة، وحتى الرئيس بري إذا بدنا نتهمه بأنه هو فعلا يعني يرغب، غير أنه تصفية الحساب القديم المفتوح من ايام 2016 بينه وبين او قبل حتى قبل، ف يعني انه هني يتنكبوا هاي المهمه، مين بده يرجع الدوله؟ يعني اذا فعلا بدك، يعني هو السؤال اللي بينحكى دائما انه هذه الدوله في طريق، يعني حدا بده يحطمها، انه احيانا بيتهموا حزب الله احيانا انه بدها تتحطم هاي الدوله وترجع تركبيها من جديد. ليش مين بركبها؟ يعني مين اي قبضاه؟ يعني 75 لل 90 يعني وركبت بعدها؟ ابدا ما عم تركب. يعني هي مهمه، يعني بيكون مجنون اخوت اللي بفكر يتنكبها يعني واضح. ترجع تشوف. طيب ملف مجلس الوزراء واللي صار وضرب المكون المسيحي، ضرب الشراكه من خلال اللي صار، كان عنده تداعيات كثير كبيره وكثير ثقيله على العلاقه بين التيار الوطني الحر وحزب الله. احدى العوامل يعني حتى ما نحملها القصه، بس ولو طلع جبران باسيل قال اتفاق مرم خايل على اجر ونص، وطلع السيد نصر الله وقال نحن لا ننتقد يعني في العلن ولا نوجه ونحن لا لا نحن عم نحكي ايه في توتر. ايه صحيح، لكن مش عم نقول يعني اللي انه مش قصه بس الجلسه. اخطا برايك حزب الله بمشاركته وبتغطيته هذه الجلسه؟ لا هو المشكله له نوادر، يعني مثل ما بيقولوا مش بس شو اسمه هاي جت، يعني بس عم بس هيدي اللي فاضت الكبايه. أيوة. ايه هاللي الشعره التي قسمت ظهر البعير او عظيم. النقطه اللي فوض الكبايه. برايك اخطا حزب الله بتغطيه هذه الجلسه خلافا لاراده التيار الوطني الحر؟ يعني هو عم بيحاول يبرر باستمرار، يعني انا تقييمي انه اخطا، يعني كانت بتنقضى الامور. هو برايه انه قصه الاستشفاء وقتها استشفاء، لكن البعض طبعا بطبيعه الحال البعض بحلل انه نوع من رده سوري على رده الاجر لرفض جبران باسيل السير بخيار حزب الله اللي هو فرنجيه رئيسه. هلا انا اللي بعرفه عن حزب الله اللي بعرفه يعني ازعم انه مش من هالنمط، يعني الحليف وحليف حقيقه، مش عم بحكي تعمل له دعايه، يعني احنا عم نحكي سياسي انه هو ما بيعرف يتعامل بهي الطريقه، او على الاقل ما عنده نيه يتعامل، يبعت رسائل غير مباشره. يعني انه والله اعتقد انه القصه عنده كانت يعني الى وجهين، وجه اللي عم تحكي عنه واللي حكاه هو يعني وحكاه السيد نصر الله وحكاه الشيخ نعيم قاسم اكثر من واحد، عامل القصه اقتصرت وكان عامل برنامج او من 400 واحد نزلناه عملنا بندان، وانه اخي القصه كانت ملحه، مش نحن لا ناويين ولا عندنا نيه بالمشكل، بدليل انه رجعنا قلنا يا اخي نحن مستعدين نرجع يعني نرقب الصدع مثل ما بينقال، وحبكم قواعد جديده فليكن. وهذا الكلام اخر شيء كان تتويجه باللي قاله السيد نصر الله باخر مقابله. بس اللي
يعني الجلسة بحد ذاتها ايه مشكلة، يعني البلد ما هو واقف بالاساس على مشكلة، يعني واقف على صوص. هلا قدر البسيل، يعني كان بسيل يعني دار اللعب جيدا وفرض شيء بالبلد، يعني انا مش عم دافع كمان عنه، بس انه نشهد له ببراعة استغلال اللحظة، وبالتالي حولها الى شيء يشبه حصار اذا بدك لمئاتي، يعني بواقع الحال يعني مش سهلة. يعني ما حدا مئاتي بيقف لحاله، يعني حتى الرئيس بري ترك ما دافع عن الموضوع، يعني دفشوا وتركوا، يعني اعتقد هيك على الاقل. مش يعني ردة الفعل يعني ما كانت سهلة بالجو المسيحي، يعني وفي جزء من الكلام اللي قاله البطرك، اذا بدك بطرك مرة حكى بعظة الميلاد في ثلاث عظات قاسية كانوا، وحتى حكي على رئيس بري رغم علاقته فيه، لأنه كنت بتمنى يهنيني برئيس الجمهورية. صحيح. وبالتالي تاني جمعة مدري تاني يوم أو تالت يوم بعت له وفد من قيادة أمل، يعني هي بعنوان التهنئة برأس السنة والميلاد والآخر. طلع لا، في محاولة لاستيعاب امتصاص الاستياء المرجعية المسيحية الأولى اللي هي البطركية. طيب شو رح يصير بين تيار الوطن الحر وحزب الله؟ صار في اي لقاء؟ يعني السيد نصر الله قال رح يصير في لقاءات مقبله، على علمك صار في اي لقاء خلال الساعات الماضيه بين الطرفين او في شيء يحضر؟ لا لا، يعني لحد الان يعني في خطابين، خطاب التيار وخطاب حزب الله، اثنينهم بيقولوا يعني يعني بيقولوا انه اثنيناتنا ما بدنا نترك بعضنا، واثنيناتنا بنفس الشيء انه أنا لا أخلع صاحبي، الثاني بيقول له أنا لا أسحب يدي من يد امتدت إلي. الكلام هذا كله بيودي إلى شغلتين. أولا في مشكلة بهذا التيار، بهذا التفاهم، في مشكلة موجودة العلاقة بالسياسي. هل انتهى، يعني السؤال اللي بينطرح هو فعلا هل انتهت صلاحية هذا التفاهم؟ التفاهم وقت انعقد بال 2006 إذا بدك ميثاق جديد، عقد جديد سياسي، ما صار مثله بكل تاريخ لبنان. يعني صمد على مدى من 2006 لليوم، تحكي لك أكثر من 10 سنين يعني طبعا. وبالتالي عمل ثمار سياسية 17 يعني سنة، يعني عمل ثمار سياسية بمفهوم الوحدة الوطنية، كمان مش عم نغازله يعني بمعنى نعمله دعاية، لا، أنه عمل شيء بحياة البلد فترة من الفترات يعني نظر إليه على أنه مثال يحتذى به لعلاقات سياسية ببلد يعني هل أدي فيه انقسام، وهل أدي يعني فيه هواجس طائفية ومذهبية إلى آخره. هل انتهى هذا عصره؟ هذا انتهى زمانه؟ هل بطل حاجة للطرفين؟ لأنه هي شراكة، يعني مش زواج، عقد شراكة أو تفاهم سياسي، مش زواج ماروني يعني مثل ما بيقولوا كاثوليكي، أنه إذا انتهى يعني بيكون انتهت صلاحيته وفعاليته. وبالتالي بكل يعني هي الشراكات السياسية أو التفاهمات السياسية بصير في مرحلة تنتهي، يعني ما في شيء أبدي، هني مش حزبين، هني مش حزب واحد، هني حزبين طبعا. بس هو مين المسؤول عن انتهائه اليوم؟ انتقادات التيار الوطني حتى الحر، ما نكون بس في انتقادات للتيار الوطني الحر تتعدى موضوع الجلسة. يعني هي الجلسة مثل ما قلت حضرتك هي تراكمات سابقة انفجرت بموضوع الجلسة، تراكمات السابقة معظمها يتمحور حول موضوع بناء الدولة ومكافحة الفساد، والتيار الوطني الحر في عنده عطب على حزب الله اللي بيعتبر ما كانش معه ما كان معه، يعني بدك تكون يعني حبنا أدنى به على الأقل إذا بدنا نبسطها هيك. آخر ثلاث سنين من عهد الرئيس العماد ميشيل عون كانت بلشت يعني نذر هذا، يعني نذر أنه هذا يتعرض للاهتزاز إذا بدك حتى نقول بلشت، يعني أنه طيب بلش الشعور عند التيار الوطني الحر أنه هذا خسرنا ما ربحنا، مثل ما عم تقولي بجملة شغلات، يعني أنه ما مشي معنا، مشي مع بري، وكتب هيك اليوم عماد مرمل شغلي زميلنا انه ما تحبني اكثر منه حبني قده. هاي معبره يعني بصرف النظر عن امتى انقالت وكيف انقالت. حسابات حزب الله كثير معقده، كثير دقيقه، كثير هيك صارمه، مقاييسه ومعاييره الامور، علاقته بالرئيس بري، خوفه على الوضع الشيعي، بعتقد بالنهايه يعني هالقد حدودها. يعني ما راح يعني اذا يعني التيار في لحظة من اللحظات قال أنا ما عاد بدي، إيه أنا أعتقد أنه ما في يحمل
يعني حزب الله هو عم بيقول أنا نسيج، أنا يعني مشكلتي كبيرة كتير، بتقلي بوزني بامتداد الإقليمي إلى آخره. هلا في التيار الوطني وقت انعقد بال 2006 يعني بيحكوها حزب الله، أبرم التفاهم بشباط 2006 حزب الله كان محاصر محدود بالداخل، الآن ممتد. ايه شو يعني كبر حزب الله اكثر من الداخل اللبناني واكبر من المكونات اللبنانيه؟ صحيح. يعني صار حزب الله اكبر من هذه الشراكه واكبر من هذا التفاهم؟ لا لا، صار في يعني مترتبات جديده. هل يستطيع التيار الوطني يحملها؟ ما بعرف، ما انا عم بسأل السؤال شو يعني، بس انا ما فهمت شو الفكره. يعني هيدا على طول بسمعها، هذه الاشاره الى انه حزب الله عندما ابرم التفاهم كان بالحجم السياسي كان اضعف بكثير مما هو اليوم. ايه اوكي، صار بالحجم السياسي كبير كثير وعلى مستوى المنطقه. اللحظه اللي عمل فيها كمان كان التيار الوطني الحر محاصر، رفض يعطوه اكثر من وزير اكثر من 5 سنين، بتذكري 2000 وقت الاجى 2005 تسونامي وسموه إلى آخره. طيب كان أنه اتفاق الضرورة، أنا ذا كان اتفاق الضرورة لطرفين، الآن في ظروف اختلفت، ظروف بناء الدولة مثل عم تحكي يمكن يحسبها تركوا أنه بلحظة من اللحظات تركتنا ورحت لحزب الله. يعني موجودة هاي الهواجس أو هاي التبريرات أو هاي موجودة عند كلا الطرفين. نعم. أنه نحن عمي نحن شيء وهلأ شيء. هلأ مثل يعني سؤالي أنه هل يعني يمكن هلا اذا شفتي حزب الله مسكتيه بالعمق بيقول لك ايه بدي هذا التفاهم، هذا التفاهم عمل لي كذا، انجز لي كذا، لكن التيار اذا قال لك انا خسرت بيقول لك ايه خسرت. يعني وعم يحكوها هن الجماعه يعني بهال انه نحن في خسائر اكثر من الارباح. بلحظه من اللحظات نحن خسرنا ما ربحنا، خاصة أنه لم تنفذ بنود هذه التفاهم وأبرز بناء الدولة. بالزبط. يمكن خسرت في صار في خسارة شعبية وخسارة انتخابية نتيجة هذا التفاهم. كان من المفترض والمنطق بيقول لو نجح هذا التفاهم بمكافحة الفساد وببناء الدولة كان تعوضت هذيك الخسارة. ده. أصلا ما كان هذا يعني توقف عندها، بدناش نناقش فيها، بس أنه إيه منطق صحيح. يعني منطق بيجوز للتيار الوطني الحر أنه بلحظة من اللحظات يقول يعني مثل ما قالوا أخيرا انه نحن ما عاش بنان او بدنا نبني على قواعد جديده او اسس جديده، مش هيك عم يحكوا؟ هذا الشيء كيف ممكن ينعكس على الملف الرئاسي؟ هل من الممكن ان يتجاوز حزب الله موقف التيار الوطني الحر رئاسيا؟ هو كان شعاره من الاساس حزب الله معروف انه نحن لن نذهب، هذا عم بحكي قبل، لن نذهب الى انتخابات يعني انتخاب رئيس معين بدون ان يعني نقنع التيار الوطني الحر. لكن بلحظه بعد اللقاء الشهير اللي تم بين الوزير باسيل وبين سيد نصر الله والكلام اللي قاله يعني الوزير باسيل بعد منه واللي اعتبره الحزب انه نوع من افشاء الاسرار، يعني نحن عم نقول انه الحديث تتم الحديث صله، انت رجعت يعني طلعت لبرا وحكيت انه خلص كانه قطعها يعني. انا قطعتها. طيب هلا صار في واقع ثاني، ما عم نحكي نحن مش عم نخبي، مش عم نقول ما فيش مشكله، لا في مشكله وفي امكانيه الانف يعني انفكاك هذا التفاهم بلحظه من اللحظات اذا هلا قد اثنين، الا اذا هلا ياخذين يعني هلا في حكي بالوسط السياسي انه اثنيناتهم ياخذين فرصه، يعني عم يدرسوا بزينوا شياتهم مثل ما بقولوا، فعم يدرسوا خياراتهم يعني حساباتهم عم بيعيدوها من جديد، حقهم انا برايي حقهم. لكن كل واضح انه عم بيعمل هيدي الحسابات الجديده، القوات اللبنانيه تتحدث عن خطه باء، ايضا التغييريين عم يطرحوا صلاح حنان. طيب يعني هل انت كأنه هيك في خط او امتى بتصير هي تطفو على السطح هالتناقضات وهال بلحظه اللي هالقد في ازمه. انا اليوم كنت كاتب شغله وبعتها على الجريده بدنا تنتشر بكره، انه عملت خريطه من عند الرئيس بري وشفت حدا من جماعته يعني نائب قاسم هاشم وكذا، يعني عمي شو عنده؟ بدخلك قال لي شو عنده؟ بده يدعي لجلسه حوار ثانيه ثالثه، بده يعمل جلسه انتخاب، قال لي والله ولا شيء، يعني ما في شيء، ما عنده معطى جديد. كان على اساس الخميس ممكن يكون في جلسه انتخاب، ممكن يعني قال لي ممكن هاي عم بفكر فيها، بعده تفكير يعني مجرد تفكير، لكن مثلا طاوله حوار ثانيه ثالثه عفوا لانه دعا مرتين شيء جديد معه. طيب بالمقابل حزب الله بالموضوع الرئاسي يعني شو بدي موضوع ايضا يعني مشي رجع يعني عمل خطوتين جداد باتجاه البتركيه الواضحه وباتجاه الحكي الكلام اللي قال عن العلاقة بالتيار الوطني الحر، دون ذلك ما عنده شيء. بموضوع الرئاسي بعده بيحكي انه مرشحنا فرنجيه
ولكن لن نعلنه، هو سيعلن. مثل ما عم تقولي التغييريين راحوا غابوا عن الصورة نهائيا. القوات اللبنانية هلا ملاقي حالها بشغلة كتير أساسية، اللي هي مسألة انه لن نسمح لثماني أذار يرجع على الرئاسة مرة تانية. في غير هيك عندهم ما عندهم شيء. صحيح. ونحن مرشحنا عم بفكروا هلا انه مش معوض، مش ميشيل معوض، عم يدور على واحد ثالث. ساعة صلاح نان ساعة نعمل تفريم، انه نعمل تفريم طلع على معراب، معراب انه هلا مين حكى بأخي البي يعني عم تحكي عنه. ممكن يكون نعمل تفريم هو الخطة بي، والله ما بعرف. يعني هن المنطقة القوات اللبنانية بالتعامل ومقارباتهم لموضوع الرئاسي مختلط. يعني بلشوا بدنا نرشح رئيس الحزب، نعم، اللي هو انه جبنا 21 نائب ونحن القوة المسيحية، بتعرف الشعار طبعا طبعا الأقوى شوي. وطلع صديقنا ملح مريشي انه لا لن نقبل الا به. شوي هو صار يحكي بمرشح اخر اللي هو قائد الجيش، اول من حكى باسم قائد الجيش رجع تراجع وحكوا بميشيل معوض. هلا طيب ما عادش بدهم معوض، بدهم حدا ثالث. يعني رجعوا كمان فترة من فترة رجعوا على قائد الجيش. هذا شعب الله اليوم. المحتار مش المختار. طيب اليوم هذا دليل الأزبي. يعني هلا مش بس بالخطاب يعني طيب التغييرين وينهم اللي هلا لولو. جريدة الأخبار ذكرت أنه في ثلاث أسماء طرحها البطريرك الماروني للرئاسة، وأنه قد يكون أحد هذه الأسماء ممكن يمشي فيه حتى التيار الوطني الحر، وهذا الشيء بيعطيه تقل مسيحي قد يعيد خلط الأوراق من أول وجديد. اللي هن في جو هيك فيه عن موجود ثلاث أسماء. في أربع أسماء إذا بدك. مين في بيير ظاهر؟ نعم. شيخ بيير. في روجيه ديب الوزير السابق اللي كان قوتي وبطل يعني. وفي جهاد أزعور. ايه هذا اللي اسمه هيك برز فتره من الفترات، وقيل انه راح لعند حزب الله يعني، او تواصل مع حزب الله بطريقه من الطرق. يعني انه هول المرشحين الاربعه طبعا، وصديقنا الوزير السابق زياد بارود. انه هول يعني فيك تطرحين ساعه اللي بدكش، الجماعه مرتبين يعني، وانه موجودين ولهم علاقات مع كل القوى السياسيه. بس عم نحكي عن رئيس لمرحله انتقاليه، لا إيه؟ ولا عم نحكي عن رئيس بشكل عادي انه رئيس لولايه 6 سنين، ولا بده يصير شيء يعني اذا رحنا الى اي اسم من هذه الاسماء اللي حضرتك هلا عم نحكي فيها ونناقشها، ما بيكون رئيس لمرحله انتقاليه بيصير فيها ادخال تعديلات على هذا النظام؟ لانه المشكله ما لنا فقط بالرئاسه، المشكله هي تتعلق بنظام سياسي صار مقفل. رئيس مع خطه عمل، لا صحيح. يعني انا اذا بدك بالضمان يعني عم بحكي كشخص يعني كمحلل سياسي، يعني بتمنى واحد من الاربعه حقيقه. ايه بس بده يكون في تقل المسيحي يعني، حدا يتعامل من الكتل يعني المسيحيه الاساسيه. انت وقت بتحكي باسماء من هذه الاسماء بقول لك مثلا بيير ظاهر بقي علاقته بحزب الله ماشي، بقي علاقته برئيس بري، بقي علاقته بس مع القوات اللبنانيه بتعرف عنده مشكله يعني. طبعا انه بكل القوى حتى مع التيار العوني موجود. والباقي نفس الشيء يعني، باستثناء كله ما لهش علاقه بالقوات. المشكله يعني كمان فيهم نقطه ضعف، انه روجيه ديب كان بمجرد ما ذكر اسمه مثل ما قال يعني قدام جعجع رفضوا اطلاقا. انه حتى انه مفكر بثلاثه بس عم طيب بتاخذهم معك بس بعد معنا دقيقه. اسماء يعني معقوله. الشيء اللافت بس خليني اقول انه كل بتنطرح كل الاسماء ما عدا اسم قائد الجيش. هذا اللي بدي اسالك. الحالات الطبيعيه زميلنا نقول نصيف اكثر واحد كتب عن السياسي والجيش حكي شغله اساسيه، انه عاده هيك اسم يعني ما فيك تروحي انت هلا على البرلمان وتطرحي اسم قائد الجيش بحالات طبيعيه، الا اذا كان وضع مش طبيعي. لانه في تجربتين فقط مش اربعه يعني مثل ما بينحكي، تجربه فؤاد الشهاب وتجربه ميشيل سليمان. نعم. اجوا اثنيناتهم، واحد قبل 58 بثوره 58 وواحد من بعد 7 ايار. الان بشكل طبيعي ما فيك تطرحي. بس البعض يجزم انه الربيع المقبل سيكون المرحلة أو الفترة اللي سينتخب فيها قائد الجيش رئيس للجمهورية، باعتبار أنه نحن البلد يعني على شفير هذا ما يقوله. هذا ما يقوله الفريق المحيط بالرئيس بالعماد مش حدا تاني يعني. فلذلك مش بالضرورة يكون صحيح هذا. لكن منك شايف ليش في حظوظ للعماد عون؟ لا لا نحن عم نحكي عن يعني انا مش ما عنديش عليه شيء، بس انه عم نحكي عن يعني كيف انتخابه، اليه انتخابه يعني بشكل طبيعي لا يمكن لاحد الان
صار في 10 جلسات بده يروح ياخذ اسمه. حطوا عصام خليفه وحطوا مش عارف مين، ومع احترامنا للكل طبعا ما بيحطوا اسمه لانه مش طبيعي يعني بالامر. اول شيء بتعديله الى اخره طبعا، بس انه هلا بتقولي لي والله بده تفرضوا امريكا وبالاخر بده يفرضوا الغرب والى اخره بلحظه معينه، مساله ثانيه يعني حساب اخر يعني. انا بدي اشكرك كثير على حضورك معنا استاذ ابراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي والصحفي بجريده النهار. شكرا كثير لك. مشاهدينا للاسف وقتنا خلص، نشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.